معكم حسناء رئيسة جمعية طموح لمساندة مرضى السرطان، رئيسة الهيئة الحقوقية لجمعية المجتمع المدني المغربي. اليوم حنا واقفين تضامنا مع مريضة السرطان اللي لكنتو تبعتو شفتي في واحد الفيديو اللي كتسجلتو معاهم. سيدة مريضة السرطان في المراحل المتأخرة بدات في العلاجات التلطيفية، هي أصلا اللحم ديالها بدات يطيح من الصدر ديالها، تعفنات وتقرحات اللي ما تخيلوهاش على بالكم، المؤخرة ديالها الفيديو ديالها كتخلع، يعني أبشع منظر ممكن تشوفه في الإنسان هو أن اللحم ديالو كيطيح ومتعفن. جات للسبيطار باش يوقفوا معاها وباش يعالجوها وينقيو لها داك الجرح. اللي وقع هو ان السيده جراو عليها من السبيطار، قال لها خرجي علينا برا غادي نعيطوا لك للبوليس. السيده عطاوها العيالات الرقم ديالي، قال لها عيط لماما حسنا وراها كتوقف مع الناس. عيطت ليا، جيت وضامنت معاها، وملي شافونا حنا جينا وشافوا داكشي اللي كنديروا انا والعيالات وكننقيو فيها، ولاو جاو وباغين يحيدوا البورتابلات، باغين يوقفوا، باغين يعيطوا لينا للبوليس. كيعيطي البوليس حيت انا ما اصلا ما خايفاش من البوليس، بالعكس البوليس والامن كيحمينا، الامن هو اللي خصو يوقف جنبنا، وفعلا هادشي اللي دار الامن. وقفوا معنا الامن، رجال الشرطه الله يجازيهم عنا كل خير، وقفوا معنا حتى دخلوها للسبيطار وحتى ولات اوسبيتاليزي. المشكل اللي وقع هو انها دخلت اوسبيتاليزي في هذيك الليله، هذاك النهار ما بدلوش لها، حنا اللي بدلنا لها ليكوش، حنا اللي غيرنا لها، حنا اللي نقيناها، ولا ليه ما وكلوها ما شربوها، وجايه وحده من هنا من هذا السبيطار اللي هو باسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كتقول لها قولي لهذيك اللي جايه كتهضر عليك وكتقول لنا دخلوها السبيطار، قول لها تجي تنقيك، قول لها تجي توكلك، واش حنا كنسعاو؟ هي راه حقها في العلاج، حقها في الصحة، ما كنطلبو حتى واحد. هذه مؤسسات ديال الدولة ماشي مؤسسات ديال الأشخاص، ولا كانت مؤسسات ديال الأشخاص يسدوها علينا. حنا بغينا غير ديالنا، بغينا حقنا، بغينا حقنا في هذا الوطن، وحده حقنا الدستوري. راه الدولة كتعطيهم الملايين باش يعالجوا مرضى سرطان، كتعطيهم الملايين باش يوقفوا معاهم، فلا يعقل، لا يعقل ان هاد الناس يتلاحوا للزنقة ويتلاحوا للشارع. راه الكلاب والمشاش ولات عندهم حقوق الانسان، فما بالك بانسان. اليوم جاو بناتي البارح جات عندك 27 مرة للزيارة، وبدلوا على وكلوا وشربوا، وانا قادة شغلي قلبي ولا كيضرني بكثرة الالم اللي حسيت به من جهة هاد المرأة. اليوم شدوا وحدة جميلة فين هي؟ شدها سيكيوريتي وكيعنفها وكيقلع لها البورطابل صحه، علاش؟ لان فاعله جمعويه جات باش تزورها هذيك المراه تضامنا معنا، وقالت ليها قالت لي ها انت يا ماما حسنا كتصور لي فيديو كتقول لي ماما حسنا راه جات عندنا واحد الفاعله جمعويه باسم ديالك تبا جايه تزور هذه المراه مريضه سرطان. حنا بغينا الناس كلها تعاطف معاها، بغينا المحسنين كلهم يتعاطفوا معاها. قلع لها البورطابل وعنفها وعيطوا للبوليس، لولا ان الامن في هذه البلاد كيتميز بالنزاهه وبالحق وبالمصداقيه، وعارفين انها مريضه سرطان وردوا لها البورتابل ديالها. حنا كون ما كانش معنا الامن الداخليه شنو يديروا فينا هاد الناس اللي فين ما كيضربوا دويره كيجيبوا لينا البوليس؟ واش حنا متهمين؟ واش حنا مجرمين؟ واش الجريمه اللي درناها هي اننا مرضنا بسرطان؟ بارك علينا. حنا كنتسناو اليوم الصوت ديالنا يتسمع وعند اكبر مسؤول، وحنا اليوم كنتسناو هذه صرخه العاهي للبلاد سيدنا نصره الله، الله يشافيه لينا والله يطول لينا في عمره والله يكبر به وبه واقفين. كنتسناو يدخل، وكنتسناو ان الحق ديال مريض السرطان في الصحه يولي دائما وابدا، وتا واحد ما يقدر يرفضو، ما يقولوش لي ما عندهاش راميد ولا ما عندهاش سناساس ولا ما عندهاش. هذه راه انسانه، راه مواطنه مغربيه، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. واش عبد الله هذه السيده اللي ما كانش عندها لا راميد لا سناساس تموت؟ ودابا حتى وقفنا وتوقفوا المنابر الاعلاميه كتعيط لي كتقول لي دوزوا لي السيروم وبدلوا لي، واش حنا خصنا باش واحد يبدلوا لي خصنا نوقفوا؟ انا مخليه ولدي صغير عنده 8 سنين اقسم بالله لا سد عليه بوحدو، مخليه خدمتي، مخليه حياتي على قبل هاد الناس تالين. انا كل مره كنخرج من الخدمه على قبلهم تالين. اليوم لحسن الحظ ان هاد السنار عندي خاوي وكنت مقابله ولدي، وتا ولدي وانا مريضه خليته. باش نرجعوا للحاله ديال المصاب اللي وقع على المشكل، يعني كما قلتي في وقت متاخر من العلاج، وصف لينا الحاله ديالك. والحاله ديال ولدي راني وريتها لك، راه اللحم طايح. واش اللحم طايح ومتعفن؟ راه شنو نقول لك، راه المؤخره ديالها كلها تحيدت، تحيدت كالت، واللي بغى دليل نعطيه ليه، بغيتو لا فيديو نعطيه ليكم. الصدر ديالها كله مقيح ومتعفن. هاد السيده واش نخليوها تاكل الدود؟ هي كل الدود بيناتنا وحنا حيه؟ راه حرام، راه عيب، راه حتى انسانيا هادشي ماشي مقبول.
راه الدوله ديالنا كتصرف الملايين على مرضى سرطان، راه لا يعقل انهم يدار لهم هذه التبهدله، وبغينا مجانيه العلاج مريض سرطان. مريض سرطان راه خصو الاولويه، راه كيصارع الموت. شنو الطريقه اللي كيخدم بها مركز محمد السادس لعلاج السرطان؟ انا نخلي لك فرصه انك تهضر مع المرضى، هما يعطوك تخيل رونديفوات كيمشيو 6 شهور 7 شهور 8 شهور. الاشعه كاينه وحده معنا، فين هي خديجه؟ خديجه، خديجه اللي دار النقاب. اش شحال من شهر باش درتي العمليه؟ شهر 5. العمليه في شهر 5 تاع العام اللي فات، باقا ما دايره لا شيميا ولا والو. فين يوصل هذا المرض؟ اش وصل عاد خصها دابا؟ وصل ليا الكبده دابا، والله حتى وصل ليا دابا الكبده دابا، وخرج ليا في الباص اللي كتحدى دابا الحيده بالزول ناض ليا دابا الزول دابا ناض ليا شوف هاد السيمانه دابا راه دار عاد جات عند الطبيب قالت عندي جوج هذا ناض ليا دابا ثاني هنا من غير الكبده ومن غير الباص ثاني في بوحدها. ماشي غير هذه اول حاله ولا ثاني حاله ولا ثالث حاله، كلهم غادي يقولوا لك اختي رشيده حتى هي باقا بقى بلا اشياء. حسنا الرساله الاخيره ديالك. الرساله الاخيره ديالي مريض سرطان خصو الاولويه، خصه دخول ديال جميع المسؤولين، خصه دخول ديال صاحب الجلاله لحل هذا الملف ديال مرضى سرطان. وخصنا هاد الناس اللي هما موظفين مركز العلاج، هادو راه موظفين باش يادوا مهام، ولا كان شي واحد ماشي قد المسؤوليه وما قادرش عليها يخليها لواحد اخر. حنا ما كنطلبوش، حنا ما كنسعوش، حنا بغينا الكرامه في بلاد المؤسسات ودولتنا دولة الحق والقانون، وكنفتخروا ببلادنا. انا مغربيه حتى النخاع وكنفتخر ببلادي، ولكن بلادي بغات تعطينا حقوقنا كمرضى. بلادي عطاتنا بزاف د الحوايج ومازال طامعين، والامل ديالنا في الله كبير. حنا طامعين في الله صاحب الجلاله، كل المسؤولين بجهه الدار البيضاء 16 انهم يتدخلوا، لان هنا راه ولا داكشي لا يحمد عقباه لو بقينا غاديين بحال هكا. وحنا نكونوا على يقين شي اي مريض سرطان يطيح فينا غادي نجيو وغادي نوقفوا وغادي نسمعوا صوتنا، ولا ما خدموش معنا ما يرضي الله غنوقفوا وما غاديش نسكتوا. شكرا. صوتنا ما يتقمعش.